الخامس والعشرون من نوفمبر عام 2015 قرر قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الذهاب إلى القدس على رأس وفد كنسي رفيع المستوى ليرأس الصلاة على جثمان مثلث الرحمات الأنبا إبراهام مطران الكرسي الأورشليمي والخليج والشرق الأدنى. مركز المنشاه محافظة سوهاج في 30 يونيو عام 1943 ولد إبراهيم صدراك روفائيل من أبوين تقيين. كان والده بعد ما هم كانوا في سن مرحلة ابتدائي حلم ما أعرفش حلم أو رؤية، لكن شاف هم الاثنين بيعوموا في النيل قريب من البيت، فطبعاً جري على الشط بتاع النيل وقعد يصوت من الخوف الرعب مرعوب عليهم أطفال صغيرين. فجاله ملاك وقال له ما تخافش، دول بيعرف يعوموا كويس، وده بيدل على أنهم مختارين من البطن هو وابونا ثوفيلس. وقد سبق وقدمت الأسرة الابن الأكبر كامل صدراك لدير القديسة العذراء مريم الشهير بالمحرق، فصار راهباً باسم القمص ثاؤفيلس المحرقي، وكان راهباً ذائع الصيت لروحانياته وشفافيته العالية. أكتر شخصية أثرت فيه كان أخوه الكبير الحقيقة اللي هو بقى أبونا ثاؤفيلس المحرقي. فرق السن بينه وبين أنبا إبراهام كان كبير، وبالتالي كان بيروح يزوره في الدير المحرق. روحت وأنا صغير الدير المحرق، وده اللي أثر فيه وخلاني حبيت هذا الطريق. لما شفت الرهبان فعلا حياة ملائكية. وقد كان الارتباط إبراهيم صدراك بالكنيسة وطقوسها منذ طفولته أعمق الأثر في تشكيل هذه الشخصية الكنسية الفريدة. هو كانت محبته للكنيسة قوية جدا لدرجة أنه هو كان حتى في وقت لما يكون يوم جمعة أو يوم عطل أو حاجة كان دايماً بيقضي أغلب الوقت في الكنيسة، وكان ذكي جداً وكان أمين جداً في الدراسة بتاعته، ما كانش يضيع وقت، وهو من سن الشباب وهو كان وديع ومتواضع وأمين في حياته وملازم للكنيسة. حصل إبراهيم صدراك على البكالوريوس في العلوم الزراعية من جامعة أسيوط عام 1964 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف. وأثناء فترة الدراسة الجامعية خدم تحت رعاية المتنيح الأنبا ميخائيل مطران أسيوط. كان قاعد في شقة فيها 3 أوض فيهم 3، هو واحد من ضمن،
وكان مخلي الشقه عباره عن كنيسه صغيره يعني يجمعهم بالليل يصلي معاهم. هو مجرد ما خلص فكان في لقاء مع انبا ميخائيل. انبا ميخائيل بيقول له تترسم قسيس؟ فهو بيحكي بيقول انا ضحكت لانه كان صغير، اتخرج 21 سنه ومش في نيته الكهنوت خالص. فضحك. فانبا ميخائيل قال له بتضحك؟ طيب. ويعني وسكت، فهم اتجاهه يعني. ثم انتقل ابراهيم صدراك الى القاهره وواصل دراسته العليا بها وعمل بالمركز القومي للبحوث. اشتغلت في المركز القومي للبحوث، وكانت والدتي الله يرحمها الدكتوره تهاني حنا كانت استاذ في المركز. تحكي عنه انه المثل للانسان المسيحي كما يجب ان يكون امانه في العمل، جد، بيرفكشن. وقد أقام في بيت الشمامسة بالجيزة طوال فترة عمله ودراسته العليا، وقد لمس كل من تعامل معه محبة فياضة إذ شمل الجميع بها. كان في بيت الشمسة الأخ إبراهيم صدراك كان يتمتع برائحة طيبة في البيت. كان بيخدم في بيت الشمامسة في الجيزة، وكنت أنا بروح هناك يدعيني أروح أقول كلمة ولا حاجة للشباب. فكان نموذج للشماس المثالي. كل الناس في بيت الشمامسة كانت تثق في الدكتور إبراهيم صدراك جدا، وكانت أسرارهم معاه. إنسان حلو قوي وهادي وديعة العمر، وعشنا مع بعض في بيت الشمامسة مع بعض. الدكتور إبراهيم صدراك ما كانش مجرد شاب مغترب، لكن كان إنسان صاحب رسالة، يعني إنسان عارف هو بيعمل إيه، وكان محبوب من الكل، وكان إنسان مستقيم جداً جداً. معروف إنه يجي متأخر، فكان يدونه المفتاح إنه هو يفتح، لكن أي شماس ما كانش يقدر يتأخر بعد الساعة 10 بأي حال من الأحوال. هو كان بسيط جداً، تخش الأوضة بتاعته حضرتك تحسي إن أوضة راهب مش أوضة حد أستاذ جامعة. بسيطة جداً، أوضة بسيطة جداً ما فيهاش أي حاجة، زي أوضة أي واحد. أنا حتى كنت بقعد وأستغرب يعني. كلهم بيحبوه من أول الإرشدياك لحد كل حتى العمال. وبمجرد التحاق إبراهيم صدراك ببيت الشمامسة في منتصف الستينات، خدم مع مثلث الرحمات الأنبا دوماديوس مطران الجيزة في كل مدن وقرى الجيزة. ويمكن لو جاز التعبير إن أنا أقول إنه كان سيدنا الأنبا دوماديوس يتعامل معاه وهو إنسان خادم، كان بيتعامل معاه كأسقف مساعد. وكان ربنا مدينا منه مخافة شديدة، مش خوف منه إنه يمنعني من الخدمة ولا يقعدني في بيتنا، لا، كنا بنخشى الروح القدس اللي جواه. جذبنا بطريقة يعني مذهلة، لدرجة إن إحنا إيه حبينا الخدمة، حبينا الكنيسة، حبينا ربنا عن طريق الدكتور. كان شخصية مؤثرة وجاذبة، يعني في وقت قياس يجمع كل الشباب المتعلم حوله. وكان بيجي يخدم في المنطقة عندنا في كنيسة العذراء امبابة قبل ما تبقى الكنيسة، كانت بيت من مساكن الشعبية، وكان ماسك مدارس الأحد واجتماعات الخدمة واجتماعات الشباب. نزل القرى غداها، نزل خدام. الجهد اللي بذله نيابة الأنبا إبراهام وهو علماني في خدمة إمبابة التاريخ بيذكرها. صحيح بعد كده ربنا استخدم نيابة الأنبا دوماديوس في إنشاء كنائس كثيرة في المنطقة، لكن التكوين مناخ الروحي وإعداد خدام يتحملوا مسؤولية في المنطقة، ده لا شك إنه تعب ومحبة وعمل الأخ إبراهيم صدراك. وكان إبراهيم صدراك مثالاً للأمانة والتفاني في الخدمة حتى صار أميناً عاماً للخدمة في منطقة شمال الجيزة. كنا كشباب نتلم حواليه ونقف نسأل أسئلة وهو يجاوبنا، ونحكي في موضوعات مختلفة، وما نبطلش كلام وهو يسيبنا ويمشي، لا، لو ما يجي ماشي نمشي معاه لغاية ما نوصل فعلاً للمحطة بتاعت الأوتوبيس، وهو برضه ما نكتفيش بكده،
نفضل نتكلم لغاية ما يجي آخر أتوبيس. وبعض المرات فعلاً المواصلات خلصت وكان يمشي من رجرجس امبابة لغاية بيت الشمس القبطي والجيزة، نمشيها عدة مرات على قدمين. ونفاجأ في هذا اليوم وإحنا بنوصله لغاية الأتوبيس إنه يعني معية جداً. في إيه؟ قال ده أنا باين عليها سخن. والواحد بيحط إيده على رأسه لا تقل حرارته عن 39. ورغم هذا حضر الاجتماع الشباب واجتماع الخدام. حد شافه، حد جه قال لي ده أنا شفته خارج مستشفى وإيده متجبسة. طب حصل إيه؟ قالوا ما نعرفش، إحنا بس شفناه كده. فاتصلت بيه بالتليفون، دكتور إبراهيم إزيك؟ قال لي كويس، يعني أبدا إن ما فيش حاجة خالص. فما اطمنتش، فرحت طالع على بيت الشمامسة، فوجئت بيه إيديه متجبسة. هو كان طالع خدمة في ميكروباص، وحصل إن الميكروباص ده اتقلب وكل اللي فيه ماتوا أو اتعوروا واتكسروا. فأنا بسأله دكتور إبراهيم إيه اللي في إيدك؟ رد قال لي شوية كبرياء، مش قبل الكسر، كبرياء، شوية كبرياء. الخدمة اللي فيها البذل، الخدمة اللي فيها التضحية، اللي يمشي كان يمشي في الغيطان. ركبت جنب السواق يا عم يلا، قلت له يلا توكل. واحنا ماشيين كاوتش محروق مولع في السلك الكهرباء بتاع الترولي اللي بياخد منه الكهرباء ويمشي، مولع نار كهرباء ومرمى على الارض. فاكر يقول لي زي العربيه، قلت له يا عمي ما انا معاك اهو، نسيتك، امشي امشي بس امشي. وطلعنا ناحيه امبابه، وفي الطريق طاخ بالنار، طاخ طاخ، يا عم حنموت. قلت له انا جنبك اهو، الحمد لله ما جاتش فينا حاجه. طبعا رحت هناك ما فيش مواصلات ولا في حاجه، بقيت ابيت. كان اول مره ابيت بره. كان عنده ظرف في البيت في الاسره، واضطر ان هو ينزل الصعيد في المنشاه في سوهاج لحضور الظرف. وبعد ما خلص الظرف في نفس اليوم بالليل الساعة 12 أصر لازم أسافر القاهرة دلوقت علشان عندي خدمة الصبح. حاول يقنع وفوق في الأسرة، ما نفعش خالص، برغم إن كان في ضرب نار في البلد، في القرية كان في طار، كان لازم يمروا في وسط الزراعات، وبعد الزراعات هيعدوا خط السكة الحديد اللي هو في وسط الزراعات، وبعدين يوصلوا للطريق السريع اللي ياخدوا منه عربية يوصلوا بها سوهاج، ياخد القطر من سوهاج. عنده غيرة وعنده حماسة وبيخاف على الخدمة بتاعته، وكان سيدنا من النوع ده. دكتور إبراهيم صدراك من المواقف الجميلة بتاعته كان يجيب لنا كتب الغالية، وبعدين يجي يحطها في المكتبة ويقول لنا اللي معاك ادفعه وقسط الباقي. وتم على يدي إنشاء العديد من مراكز الخدمة في الجيزة، تحولت معظمها إلى كنائس. وابتدى يخدم في إمبابة. بعد شهور بسيطة لقيته عامل يجي 10 مراكز خدمة في إمبابة. اشتغلت مع متنيح الأم أبراهام في خدمة خط اسمه خط الصف. فالخط ده كان كله مجموعة قرى، كنا بننزل يوم الخميس، وزعنا على البلاد، نروح يوم الخميس نخدم، نعمل افتقاد للأطفال في الأول، وبعدين نرجع نعمل لهم مدارس أحد. وكان عامل فروع في 26 قرية تابع مركز إمباب. كان في كل فرع كنا حتى نأجر أوضة أو نعمل منظرة أو أي حاجة. أصبحت هذه الأوض وهذه المنادر وهذه الأماكن أصبحت كنائس، وترسم عليها آباء كهنة. سئيل في الوقت ده ما كانش فيها كنيسة، لكن كنا بنروح نخدم في بيت. وفي الوقت ده الواحد كان حاسس إنه المكان ده هيبقى فيه كنيسة مستقبلا، وده حصل بعد كده وبقى فيها كنيسة كبيرة خالص. وكان ينزلنا اتنينات في مناطق أبو غالب، كنت أنزل أنا وحد معايا، كان هو ينزل وردان، كان ينزل ناس أتريس وبني سلامة، وكان يحب يطمن على كل منطقة. وكان كل منطقة من المناطق دي أصبح فيها كنيسة. كان مجرد بس ما يعرف في مكان ما فيهوش خدمة لا يهدأ له بال إلا لما ينشأ خدمة في هذا المكان.
وفي عام 1967 ميلادية التحق إبراهيم سدراك بالكلية الإكليريكية بالأمبرويس القسم المسائي، وحصل منها على درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية. وفي عام 1970 ميلادية حصل على درجة الماجستير في نباتات الزينة من جامعة عين شمس، كما التحق بالمعهد العالي للدراسات القبطية وحصل منه على درجة الماجستير في العلوم اللاهوتية عام 1971 ميلادية، وأسس فصول إعداد الخدام، وربط ووحد الخدمة في كل المناطق التي أسسها باجتماع عام للخدمة أسبوعياً في كنيسة ماري جرجس بمبابا. فعمل مشروع إعداد الخدام، يمكن أول مرة نسمع كلمة إعداد خدام. عمل كده، وبعدين إعداد خدمة رسمي، يعني بعد الإعداد بعد نهاية السنة يعمل لنا امتحان ودرجات وتقييم. وكان عامل اجتماع للخدمة على مستوى شمال الجيزة كله، من أول 100 عقبة ومبابة كلها والوراق وخط المناشي كله، وانتوا ماشيين كده سئيل والجلاتمة وبرقاش ونكلة لحد أتريس. كان الاجتماع ده استمرار لإعداد خدام، كان بيتناول فيه موضوعات عميقة في علوم الكنيسة وأحوال الكنيسة، كان يعيشنا مع الكنيسة بصفة عامة. عمل اجتماع شباب باسم البابا سيليسيوس الرسول، كان حوالي لا يقل عن 200 شاب، كرزوا في كل حتة. بدأنا هنا في كنيسة ماري جرجس نعمل اجتماع قدام على مستوى الإبروشية كلها من كل حتة، بقينا نجتمع وبقينا إيه يمهدنا ويعرفنا، وكان بيوصلنا للسماء. لما يكون إعداد خدام مركز مملح بملح بينتج، نغرس في إعداد الخدام ونسقي في اجتماع الخدام. ووضع مناهجاً لإعداد الخدام لا زالت مرجعاً حتى الآن. الحقيقة المنهج كان دسم جداً وكان بياخد وقت طويل، لكن كان بيعمل لنا الفصل ده في الأجازة الصيفية، فكان بنروح تقريباً كل يوم ما عدا الجمعة والحد، يدينا يعني محاضرتين أو ثلاثة فيها شيء غني وفيها شيء دسم وفيها نوع من النمو الفكري والنمو الروحي، لأن هو كان بيدرس سنة بعد سنة في الكلية الإكليريكية. فلما عمل إعداد خدام حتى كان هو واخد مقالات الأنبا غرغوريوس وعملها كدراسات قبطية، المذكرات دي موجودة لغاية دلوقتي واتعملت كتب يعني، فكانت ممتازة قوي. كان الدكتور إبراهيم سدراك منهجياً في خدمته، وتتلمذ على يديه أجيال من الخدام والخادمات، وصار الكثير منهم في درجات الإكليروس المختلفة. هي حاجة واحدة، منهجية تفريخ الخدام، تشجيع الخدام، تكوين قيادات صفوف متتالية. كان بيعمل كده ببساطة شديدة، فساب خميرة في كل حتة، والخميرة دي اشتغلت وطلعت من شباب لخدام لكهنة لأسقفة كمان. أكتر من 95% من ولاد بقوا كهنة، وفيهم رهبان كتير، وحتى اللافندية اللي ما ترسموش كهنة لما اتجوزوا وسكنوا في مناطق بعيدة كلهم الناس هناك تلقفوهم وخلوهم أمناء الخدمة. أنا امبارح قعدت أكتب أسماء الآباء الكهنة اللي ترسموا في عصر الأنبا أبراهام في مركز إمبابة، حوالي 40 كاهن وراهب. فهو الحقيقة كان لي دور إن أنا تعلمت حاجات كتيرة منه في الخدمة، تعلمنا العطاء والبذل والتضحية في الخدمة والتعب. يعني أنا بعتبر إن الجيل بتاعنا من الأجيال المحظوظة جدا إن ربنا يعني بعت لنا واحد زي دكتور إبراهيم سدراك اللي هو نيافة الأنبا أبراهام، هو اللي علمنا وهو اللي خلانا
يعني نحب الكنيسة جدا ونرتبط بيها. زمان لما كنا شباب وبنخدم في الخدمة عملنا لهم أعداد خدام مركز، اللي طلع راهب، اللي طلع أسقف، اللي طلع كاهن، اللي طلع خادم شهير. وتميزت تعاليم الدكتور إبراهيم صدراك بالأصالة وروح الآباء. أنا اللي كان عاجبني فيه إنه في العقيدة عميق جدا، وفي الطقس أستاذ في الطقس، وفي التربويات كان ملوش مثيل في التربويات، فكنت بجيبه يوعظ عندي في كل المواضيع دي، وكان الشعب بيستفيد منها فايدة كبيرة جدا. كان الدكتور إبراهيم صدراك كنسي من الدرجة الأولى، وكان يهتم جدا إن يكون الخادم ليه رتبة كنسية أيا كانت. أصر في الأول إن احنا نترسم شمامسة، قال ما ينفعش خادم ما يبقاش شماس. ما يميز إبراهيم صدراك وما يميز الأنبا إبراهام هو الدفاع الحصين عن أرثوذكسية الخدمة في الكنيسة. تمسكه بعقائد الكنيسة، بطقوسها، بتعاليمها، باحترامها، ازاي كان مدقق في اصول العقيده. ومن صفاته ايضا ولازم اسجلها ان هو كان لا يسمح لاي خادم يجيب سيره اب كاهن ايا من كان، حتى لو الاب الكاهن ده غلطان ما كانش يسمح. وهو بيقدم الكهنوت ويحترم الكهنوت جدا جدا جدا، يعني مثلا يقول لما اقول له صلي يقول لي لا ما صليش في وجودك وأنا لسه صغير. وفي عام 1976 ميلادية حصل إبراهيم صدراك على درجة الدكتوراه في نباتات الزينة من جامعة عين شمس، وعين أستاذاً مساعداً بالمركز القومي للبحوث. عشان هو يوصل للمركز ده لازم يقدم على الأقل 9 أبحاث عشان يترقى بيها أستاذ. الأبحاث كل بحث من الأبحاث دي بيحتاج على الأقل شغل من سنة لسنة ونص، بين إنه يعمل تجربة يطلع النتائج ويبعتها تتحلل ويعمل إحصاء ويكتب البيبر بتاعتها وينشرها في مجلة علمية وياخد الأكسبتنس بتاعتها علشان تتحسب له في نشاطه العلمي، عشان في الآخر يجمع 9 أبحاث بالشكل ده عشان يتقدم للأستاذية. إنما لما كنا نقعد معاه لا يمكن حد يحس إن ده راجل أستاذ جامعة على الإطلاق. الهيبة كانت بتيجي من روح ربنا اللي جواه. كان الطباع واضح، مش معايا أنا بس، مع كل إخواتنا، مع في الاجتماع. كان يتكلم مش كدكتور، كان يتكلم كخادم. اللي كان يشوف الدكتور إبراهيم صدراك في 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 مركز الأبحاث ما يشوفوش في خدمته في القرية، وهو بيركب الحاجات البسيطة جداً جداً ويقعد في وسط الناس في الأرض ويأكل على طبلية. ممكن يرجع راكب عربية كارو وهو راجل أستاذ في المركز القومي للبحوث. وظل يخدم بكل أمانة مدن وقرى الجيزة على مدار 19 عاماً، مشاركاً أولاده في كل المناسبات. دكتور إبراهيم صدراك كان عايش معانا، عايش معانا في كل حاجة، يعني حاسس بينا، حاسس بألمنا، حاسس بأفراحنا، حاسس بمشاكلنا، حاسس ببيوتنا، بأهالينا، عارف إمكانيات كل واحد فينا إيه. أنا لا أنسى أن كل مرة كنت قابله يقول لي إزاي أمك، إزاي أخوك عفت، إزاي إخواتك، كان يسأل صدقيني على واحد واحد، كما لو كانوا يعني من عيلته، كان يعاملنا على ان احنا من عائله واحد. تصوروا كده واحنا خدام صغيرين، الدكتور ابراهيم عارفنا باسمائنا، بيسال علينا، بيسال على خدماتنا، بيسال على مذاكرتنا، بيهتم بينا. يعني لو في حد مريض في البيت لازم يروح يزوره ويطمن عليه. لو حد لا قدر الله عنده أي حالة وفاة كان لازم يهتم إن هو يشارك الناس. فمرة فوجئت أما عرف النتيجة ظهرت، نزل جابها لي وجه
تاني يوم بصيت لقيت كاتب لي النتيجه في ورقه وهو اللي بيدهاني يا رهان. طبعا مش انا بس كده، كان اهتمامه بالجميع الحقيقه، لكن مش بصفه خاصه يعني. والاستاذ الدكتور ابراهيم صدراك كان يزور حقرتي وكان يهتم بي اهتمام زائد عن الحد. كان يسأل علينا لو حد عيان أو في الامتحانات يسأل علينا، يعني نحس إنه مش أمين خدمة، تحس إنه أب. يعني كان الامتحانات دي كل يوم يتصل بينا، عملت إيه؟ عملت المادة دي فيها إيه؟ دي عملت فيها إيه؟ وأخوك عمل إيه؟ وأختك عملت إيه؟ ودي عملت إيه؟ ما يسيبش فرض، وحافظ الأسماء باسم الصليب عليه، ذاكرة كانت قوية جدا لغاية آخر يعني وقت في حياته. هو من النوع الأبوي الراعي، فيسأل على كل واحد، على كل واحدة، مش أنا اتجوزت ومش عارف إيه، يعني أب. كان الدكتور إبراهيم صدراك مهتما بأن تقام القداسات في كل قرية عن طريق المذابح المتنقلة التي أصبحت كنائس فيما بعد. في إحدى المرات والأماكن اللي هي أنشأ فيها كنيسة، اتفق مع مجموعة من الخدام ورحنا من بالليل، كان الدكتور إبراهيم صدراك وبعض الخدام من ضمنهم أبونا تدرس إبراهيم، كان لسه الأستاذ تدرس، وأنا كنت شاب صغير، وبعض خدام آخرين يعني بدون ذكر أسماء، ويتقسم فريق العمل طول الليل. هو دكتور إبراهيم وأبونا تدرس جابوا الطوب وبدأوا يبنوا المذبح. في واحد من الخدام يعمل القربان، كلفني أنا وخادم تاني نعمل التسبح. المهم قعدنا طول الليل، خلصنا كله في وقت واحد تقريبا، المذبح اتبنى، القربان اتعمل، التسبحة خلصت. جه أحد الآباء الكهنة، صلينا القداس بدري قوي، مع طلوع النهار كان القداس خلص وكانت نشأة كنيسة جديدة. صلينا في منطقة المنصورية، كان فيها مذبح متنقل أتباع الكنيسة بشتيل، ودي كانت المكان المحبوب جدا للأنبا إبراهام حاليا، اللي هو المنطقة اللي خدمها بنفسه كان بيخدم فيها، اتعمل فيها مذبح متنقل بقت كنيسة. سئيل في أول البلد كان مذبح متنقل بقت البذرة الكبيرة دي، نطلع قدام كده جالتنا كان مذبح متنقل بقت كنيسة، نطلع قدام كانت وردان اتعمل فيها قداس، وأبو غالب اتعمل فيها قداس، فكل الأماكن اللي اتعمل فيها مذابح متنقلة بقت كنايس. وده كان إيمانه إن المكان ده فيه هيجي وقت من الأوقات إن ربنا مش هينسى الذبيحة اللي اتعملت، وهيكون إيه في مكانه في كنيسة. وتميز الدكتور إبراهيم صدراك بالعديد من الصفات. ما كانش يشعر حد أو ما كانش يحب يتقل على حد، لكن يسأل على الكل، ما يشتكيش ولا يشغل حد بمتاعبه الشخصية ولا يحب يتعب حد عشان نفسه أبدا. حصل موقف إن احنا بندور فين الدكتور إبراهيم، لقيناه اختفى من الكنيسة، نسأل عليه ما قالش لحد راح فين، أتاريه إن هو كان محتاج يعمل عملية. كوننا فريق بحث، مسحنا المستشفيات القاهرة كلها لغاية ما اكتشفنا إنه بيعمل عملية في مستشفى تبع التأمين الصحي بتاع الشغل بتاعه. الموظفين والتمرجية لما بيكون واحد بيعمل عملية يتلاقوا حواليه خمسة ستة على الأقل قرايبه ولا بتاع، بس ما لقوش حد منتظره خالص، هو سامعهم لكن كان لسه متأثر بيهم. التمرجية شالوه وراح حاطينه كده، قال ده إيه؟ باين عليه مقطوع ملوش حد. راح لوحده بشنطته عمل العملية وطلع منها، احنا عرفنا في الاخر اخر يوم. طبعا بعد مجموعه الخدام لما عرفوا وابتدت الناس كلها تهجم عليه، طوفان من البشر على المستشفى لدرجه عملوا له بوابه مخصوص يجي له منها الزوار من كتر كثافته. كان يحب انه يضع تلامذته في الصف الاولاني،
فكان يحب يقدم الكل وهو يبقى آخر الكل. هو كان إنسان روحاني وكان عايش كشخص ناسك يعني في كل حاجة يعني في لبسه كان بسيط جدا. وأنا أتذكر يعني كان عنده بدلة رصاصي يمكن أنا ما شفتهاش اتغيرت على مدى حوالي 20 سنة تقريبا. بدلة واحدة رصاصي فاتح فاكرها، وما كانش يلبسها إلا في مناسبة لما يكون المطران جاي الكنيسة يتلي لابسها. هي البدلة والجرافات تياها، ونهار لما يبقى الدنيا حر يبقى هو القميص أبو كمام الطويل ده بس. كان زاهد جدا في شكله وفي منظره. الجدية والروحانية والعمق في أي موضوع يتكلم فيه. كان يعلمنا الالتزام، يعني إيه الوقت اللي هو يقوله يجي فيه وممكن يجي قبليه. التزام بالإيه؟ بالخدمة، التزام بالتحضير الكلمة. وكنا بنشوف فيه صورة للخادم النقي، عمره ما قال لنا اعملوا زيي، لكن كلنا كنا بنبص له ونفسنا نعمل زيه لأنه كان خادم أمين. فلازم الإنسان يكون قدوة، قدوة في التصرف الحسن، قدوة في الأعمال الفاضلة، الناس تشم منه رائحة المسيح الزكية. وبالرغم من حصوله على كل هذه الدرجات العلمية والدينية ومركزه المرموق، إلا أنه في 5 يونيو عام 1983 ميلادية ودون أن يعلم أحداً بمقصده ترك كل شيء حباً في الحياة الملائكية وذهب لدير القديس العظيم الأنبا بشوي بوادي النطرون طالباً الرهبنة. فجأة فين إبراهيم صدراك؟ في الدير. إحنا بكينا عليه، بكينا ولاد وبنات. أفتكر آخر كلمة قالها الدكتور في عزة يوم الخميس قبل ما يروح الدير، كان واقف، هو كان دايماً بيوعظ في الربع الأخير من الكنيسة، كنيسة ماري جيركس أنا فاكر. فكنا بنبقى مجموعة قريبين منه كخدام يعني، قاعدين حواليه وهو واقف كده في النص. فأنا فاكر عينيه كانت مليانة دموع، لكن ما بتنزلش دموع. كان في اليوم ده يوم مختلف، لأنه هو مش من غير ما أقول لنا، هو سلم الخدمة عندنا في المبابة، ده يمسك وده يمسك كذا، وبعد كده ما نقولش عن يوم. قبل ما يروح الدير كنت معاه يوم الخميس اجتماع الخدمة، يوم الجمعة في الخدمة، يوم السبت الصبح في بيت الشمامسة، ما روحتش يوم الحد. يوم الحد ده كان 5 يونيو سنة 1983. بعدين رحت يوم الاثنين بيت الشمامسة 6 يونيو أسأل عليه، لقيتهم منتظريني. فأنا بسأل الدكتور إبراهيم موجود، قالوا لي ده احنا منتظرينك عشان نعرف هو فين، لأنه من امبارح مش موجود. أول لما قالوا لي كده أنا اتخذت، لكن حضر في ذهني على طول قلت عملها وراح الدير. فطلعت جري على نيافة المتنيح الأنبا دوماديوس، فقلت له الدكتور إبراهيم فين؟ قال لي اطمئن هو كويس بس مش هقول لك هو فين. قلت له هو اترهبن راح الدير. أنا الوحيد في بيت الشمامسة اللي كنت عارف ميعاد سفر الدكتور إبراهيم صدراك، وهو قال لي إن أنا ما أقولش لحد خالص. اليوم اللي هو خرج فيه قال لي أنا رايح لسيدنا الأنبا دوماديوس، قال لي أنا ماشي رايح الدير ومش عايز حد يعرف، وأنت اللي هتنقل لي العفش بتاعي اللي في الأوضة بتاعته وأوديه له الدير وما تقولش لحد. ما كانش مفاجأة يعني، كنا حاسين بحاجة زي كده، وكانت ميوله للبتولية وميوله للحياة الدائرية، وكان دايماً ياخد خلواته، فكنا حاسين بحاجة مش ما كانتش مفاجأة بالنسبة لنا يعني. كنا نفرح ان احنا نشوف الاخ ابراهيم في خدمه الضيوف واتضاعه ومحبته لخدمه المجمع في الدير. كنت لسه راهب جديد، وبعدين قابلت الدكتور ابراهيم صدراك ما كنتش اعرفه، فبعدين بختبره
بقول له يا أخ لو تسمح اغسل الخضار ده، فبكل بساطة وخضوع وطاعة مسكه كده وقعد يغسل، ولا والابتسام على وجهه ومفيش أي بوادر يعني غضب أو تمرد. وبعدين قالوا لي أنت تعرف مين ده؟ قلت لهم مين يعني؟ قال ده الدكتور إبراهيم سدراك اللي حاصل على ماجستير ودكتوراه، لكن تناسى كل هذا وسلك أو انخرط في سلك الرهبنة الذي يعني مبني على الطاعة وعلى التواضع وعلى إنكار الذات. وفي 19 من مارس من عام 1984 ميلادية تمت رسامته راهباً باسم الراهب سدراك الأنببشوي. كان أبونا سدراك الأنببشوي راهباً تقياً وقوراً محباً للضيافة خادماً للكل. ودخل الدير إنسان بسيط جداً جداً، خدام لكل الناس، بيكسب محبة الآخرين، يسرع إلى خدمة الآخرين، لا يتأخر أبداً. أنا باعتباري ابن وحيد ولي أختين، بنتين أصغر مني، ووالدي متوفي من زمان، فلما رحت الدير والدتي ما كانتش تعرف، لكن أختي كانت تعرف. فبعد حوالي أسبوع أو 10 أيام جت تزورني في الدير، فلاستقبلها أبونا سدراك، وكان وياهم أختي وابنها الصغير. فالحقيقة اهتم بيهم قوي ورحب بيهم قوي وعطى انطباع جيد خالص وانا لسه ما يعرفنيش. من الوقت ده اتولدت نوع من المحبة، الصداقة، العلاقة، المعرفة، يعني سميها زي ما تسميها، المهم شخصية ارتاح ليها. احنا كنا لما نروح الدير كنا بنجد نموذج للاتضاع وخدمة الغرباء ومحبة الاخوة اللي كانوا يجوا. اليوم كله شغال من أول ما يخرج من قليته لغاية ما يرجع قليته مرة تانية، ما شفتوش يقعد على كرسي، الوقت كله مبتسم، بشوش، واقف، بيعمل كل حاجة بإيده. بصراحة ما فيش أي راهب أو عامل أو ضيف اختلف مع أبونا سدراك لما ترهبين. كان كل الرهبان يعتزوا بأبونا سدراك في دير أنببشوي، كانت صورة مشرفة للراهب الزاهد الناسك المفرح لكل أحد بدون ما يكون له دلة مع كل أحد. كان محبوب من الكل، الكل كان يحبه، كلامه كان قليل مش كتير، وكان مطيع للأنبا صابمون الصديق والحاضر حاضر. أكتر راهب كان يحب الرهبان، وكان الحقيقة وجهة مشرفة جداً للدير وموضع تقدير واحترام الجميع. كان أبونا سدراك ده كان محب لينا قوي 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 قوي، حتى كان دايما من محبته لينا ليهم كلهم، يعني مش لي أنا بس، للعمال كان دايما يوصي على الأكل ليهم أكل كويس، كان يعني دايما يعني يديهم حتة المزات عشان بيشقوا. فكان هو اللي يوزع
يجيب الصينية ويحطها ويخدمهم. أبوس صدرك. إحنا لما كنا نروح الدير كان يشن عن الأرض شير، ومش إحنا بس، الناس كلها. لما زرته هناك كان بيهتم بينا جداً، يدخلنا في مكان ويجيب لنا اللي هو أغاب الأكل وكل حاجة، ويهتم اهتمام فوق الوصف في منتهى الكرم. وكان بيفرح جداً إن هو يشوف أي حد، سواء من خدام إمبابة أو من سكان إمبابة، يعني حتى لو حد فينا راح زيارة أسرية مع أهله يرحب جداً بيهم، يقدم لهم الأكل والشرب والشاي ويعمل معهم كل الوجبات الممكنة. وبرغم أن الراهب صدراك الأنبابشوي كان على قدر عال من التعليم والثقافة، إلا أنه كان شديد التواضع مخفياً لذاته. أكثر رهبان الأنبابشوي علماً وثقافة وتحضر ورقي، لدرجة أن مرة أحد الزوار بيقول له يا أبونا صدراك أنت شهادتك إيه؟ قال له محو أمية. فهو ما كانش يهمه الكلام ده يعني، وما كانش يحب يتحدث عن نفسه إطلاقاً. بكل بساطة كان يخدم الناس ويعامل الناس بطيبة قلب، مش حاط في ذهنه أنه هو كبير ولا أنه هو مثقف ولا أن كان مركزه الاجتماعي الشيء الفلاني. كنا نقعد معاه بعد ما يخلص اليوم الزيارة يقول لي بقى تعالى لف معايا، يلف على التواليتات علشان لو في حاجة بايظة في السيفونات اتقطعت من كتر الزحمة بتاعت الدير يقعد يصلح يربطها بالخيط وبتاع عشان السيفونات تشتغل. كانوا الآباء يحبوه ويروحوا عنده بتاع، انتوا واخدين مقلب فيا، صدراك صدراك في الخطية ما أدراك. لكن هو كان مبارك، دايما يجيب اللوم على نفسه، دايما ينتقد نفسه، دايما يكرر عبارة يا صدراك يا صدراك وفي الخطية ما أدراك. وقد رشح أكثر من مرة للخروج للخدمة في أماكن كثيرة، ولكنه أثر البقاء في الدير. كنت بقول له يا أبونا صدراك أنت أنسب واحد يساعد أنبا دوماديوس في خدمة الجيزة، بحكم أنك خدمت في المكان، وأبونا أنبا دوماديوس ظروفه الصحية مش مساعداه. فهو كان يظهر محبة كبيرة للخدمة، لكن في نفس الوقت كان يحب الوحدة والصلاة والبقاء في الدير. ومع الإلحاح المستمر قبل أبونا صدراك الأنبابشوي الخروج للخدمة، وتمت سيامته كاهناً في 23 من يوليو عام 1990 ميلادية، وتوجه للخدمة في سويسرا بتكليف من قداسة البابا شنودة الثالث. قداسة البابا شنودة طلب منه إن هو يمسك وكيل اسكندرية، وكيل بطريركية في اسكندرية، فاعتذر لسيدنا أنبا سرابومون وقال له خلينا أنا في الدير، خلينا عايش حياة الرهبان. لكن حصل موضوع كبير في سويسرا وكانوا عايزين حد من الأباء الرهبان يجيد اللغات، فاضطروا انه يرسموا ابونا صدراك كاهن وينزل يخدم في سويسرا. ابونا صدراك طلع يخدم في سويسرا، مش بيخدم في سويسرا بلد، لا، كان بيخدم جنيف، بيخدم زيورخ، بيخدم لوزان، بيخدم لوكسير، بيخدم البلاد دي كلها. قعد حوالي 10 اشهر او سنه تقريبا يعني، خد محبه الناس كلها بقوه. وقد رشح أبونا صدراك الأنبابشوي للأسقفية في أوروبا. رفض الأسقفية لما تعرضت عليه أنه ياخد أسقف القطاع الألماني في سويسرا والنمسا وألمانيا، لأنه إنسان مش داخل الرهبنة عشان عايز ياخد مركز، ولا عشان عايز يبقى مطران، ولا عايز يبقى أسقف. كنا مخلصين المضايف وراجعين إلى الألالة بتاعتنا، فقابلنا أبونا سمعان الأنبابشوي، كان راهب تقي شيخ وكور. الراهب ده كان لما يقول لحد شيء كان لازم يحدث،
قال له يا أبونا السدراك أنا عايز أقول لك كلمتين. الكلام ده كان سنة 90 قبل ما أنيافته يترسم قسيس. قال له أنت هتبقى أسقف ومطران في يوم واحد. كان وقتها على قيد الحياة يعيش نيافة أمبابسيليوس مطران القدس. ولكن بخلو الكرسي الأورشليمي بعد نياحة الأنبا باسيليوس تم اختياره بالإجماع لهذا الكرسي بدون اتفاق، لأن الكنيسة كلها من اسكندرية لأسوان للخارج في صوت واحد الكل قال أبونا صدراك الأنبا بشوي هو من يصلح للإيه؟ لهذا المكان. وكل المجمع وكل الكنيسة اتجهت إنه اللي ينفع في هذا المكان هو أبونا صدراك اللي في سويسرا، بلا فصال ولا جدال ولا مفيش رأي غير ده. دكتوراه لاهوت عقيدة، كتاب مقدس، كتب طلعها، دراسات، بحوث، يعني أحسن واحد يسد حكمة وعقل ورزانة ورصانة. أما إبراهام إنسان كان طول عمره وديع وهادي ولطيف، عشان ربنا اختاره لهذا المنصب المطران القدس ده التاني بعد البابا على طول. من ناحية العلم هو تايس حلو خالص، من ناحية السلوكيات إنسان ممتاز، من ناحية الروحيات روحياته عالية قوي قوي قوي، من ناحية الحفظ الإيمان الأرثوذكسي السليم كان هو أصلاً في الموضوع دوت كان شاف، يعني إحنا أرثوذكس يعني إحنا أرثوذكس ما ينفعش يعني. وقبل هذا الأمر باتضاع كبير جداً مع إحساسه اللي كان بيقول أنا ما استحقش، أنا ما استاهلش، ده كتير عليا، أنا ما ينفعش. قلت ده هذا هو الاختيار الصح للرجل الصحيح في المكان الصحيح، لأن ما كانش حد يقدر يمثل الكنيسة القبطية بعظمتها وشموخها وعظمتها إلا واحد زي الأب إبراهام. ما كانش فيه ساعتها، مش عايز أقول ما كانش فيه أقدر منه، لكن كان هو يملى المكان فعلا بجدارة، كان يملى المكان بجدارة، علم، أخلاق، أدب، شهادات، درجة دكتوراه، أمانات خدمة طويلة عريضة، سن وقور عدى الأربعين. الكل أجمع على إن ده اختيار سليم، كل الناس كانت مرتاحة وفرحانة، الكنيسة كلها كانت فرحانة، مش بس مريديه أو تلاميذه أو الناس اللي خدم معاهم، كل الكنيسة كانت فرحانة. وتمت سيامته مطراناً للكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى باسم نيافة الأنبا إبراهام في 17 من نوفمبر عام 1991 ميلادية بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث. لعوك يا إبراهام مطرانا على مدينة إلهنا المحبة للمسيح أورشليم في اسم روت الجميع بنفس وبالبركليم. وتم تجليس نيافته على كرسيه في مدينة إلهنا أورشليم القدس في 3 يناير عام 1992 ميلادية في احتفال ديني مهيب حضره ممثلين ومندوبين عن الطوائف المسيحية المختلفة. جلسوا الأنبا إبراهام مطرانا للكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأورشليم خنفران ببيوت نبشين ببن وثوى بنوت نوت في زمروت جي بنوت بيوت بي فندقراتو. رحنا جلسنا، كان محل ترحيب كبير من المؤسسات الطوائف المسيحية اللي في أورشليم.
We are happy that now we have a very educated, very progressed personality in the as heading the Coptic community. My heart is thankful for all of you. My heart is looking forward to our cooperation for glorifying the name of God, Jesus Christ, who sacrificed himself for all, for us, for others, for everybody. We have to sacrifice ourselves for him, like he sacrificed himself for us. Thank you. وسرعان ما اكتسب محبة الآباء البطاركة والمطارنة ورؤساء الطوائف المسيحية في القدس. He was a man of faith and very much committed to his community, and of course he was always protecting and defending the rights of the Coptic community here, the rights over the holy places, especially the Holy Sepulchre and in the Church of the Nativity. And it was amazing that he had very good memory, you know, yes. كان إنسانا طيبا ويشارك الجميع مع الكبير كبير بالحكمة والفهم والإدراك ومع الصغير هو يتواضع وينزل إلى مرتبة الأطفال والشباب والشبيبة. ومحبته لنا كان بيرحب بيا، وإن كان هو من كنيسة أرثوذكسية وأنا من كنيسة كاثوليكية، ولكن شعرت في هذه الروح المسكونية لأنه كان أيضا بيشارك معنا في كل المناسبات، خاصة في أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين كان بيشرفنا هنا أيضا في هذه الكنيسة وبيصلي معنا لكي تتحقق هذه الوحدة بين كل المسيحيين. Otherwise, here also we had always he was coming to the meetings that we regularly have here, the church leaders, the patriarchs and the archbishops of the other churches, and he was always active and participant. وبذل الأنبا إبراهام جهداً كبيراً في القدس، فأعاد الحياة الرهبانية لدير الأنبا أنطونيوس بأورشليم، وسام العديد من الرهبان على الدير. أنبا إبراهام يعني أكبر صفة وأحلى صفة فيه أنه هو كان يحسس أي حد من أولاده بيتعامل معاه أنه هو ابنه الوحيد المدلل. سيدنا الأنبا إبراهام اللي تعامل معاه بيشعر أنه هو بيحبه أكتر واحد، يعني تعاملت حاسس سيدني بيحبني أكتر من الناس كلها، واكتشفنا بعد كده أن الكل نفس النظام، يعني كان بيدي محبة للكل. كان بيعاملنا كأب، مش يعني كرئيس أو كمطران، هو صحيح مطران فوق راسنا من فوق، بس كان بيتعامل معانا كأب لينا، بنحس فيه الأبوة، حنين جدا في تعامله. كان يجمعنا حواليه، يقعد نقرا في الكتاب المقدس معاه، ونجيب الأطلس والفهرس والمراجع بالإنجليزي على اليوناني. لأن كان الأنبا إبراهام في ما يخص الكتاب المقدس علامة. كان حريص جدا إن هو ما يعلمش حاجة إلا إذا كان اختبرها. وعشا وجدد وعمر دير ماري جرجس للراهبات بأورشليم، وسام عددا من الراهبات. وتوج جهده باعتراف المجمع المقدس بهذين الديرين.
كانش بينام إلا لما يطمن إن إحنا كويسين، حتى لو سافر يوم بالتليفون ورانا، عملتوا إيه؟ أنتوا كويسين؟ كلكم كويسين؟ طب سلمولي عليكم كلكم. مرة قال كلمة، عارفة كنت لسه جاية في ربنا بقاليش مش كتير يعني، فقال لي كلمة شوية ضايقتني، طلعت قالتي حقيقة ما نمتش يعني، وقطعت جامد. ألاقي الباب يخبط الساعة 6 الصبح، جاي يقول لي سامحيني يا بنتي، مش ممكن يعني، بصراحة ما فيش حد كده. بيكفي كل واحدة على قد شخصيتها، على قد نفسيتها، بحيث كل واحد يحس إن سيدنا بتاعه، سيدنا ما بيحبش غيره، مع إن سيدنا كان بيحب الكل. كما بنى الكلية الأنطونية في بيت حنينة وتحوي مدرسة وخدمات مدارس الأحد وملاعب. وكان يعرض المدارس الأقباط اللي هي الكلية الأنطونية بالقدس وكلية الشهيدة الدميانة القبطية، يعضدها دايماً بالنواح المادية وهو الإشراف التربوي. كان دايماً نصايح يديها لنا ويسمع مشاكلنا ويحلها، وأهم من ذلك كان بيتواصل مع الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية، بحيث أن يوفروا المدرسين في البعثة التعليمية. الأنبا إبراهام لما لقى مجموعة المدرسين الفترة المسائية قاعدين فاضيين ما بيعملوش أي حاجة، اقترح علينا أن كل واحد ممكن يدي خبرة لإخواته اللي موجودين عن أي حاجة هو يقدر يدرسها ليهم. يعني أنا اديت مثلا اللغة القبطية، واحد تاني ادى التسبحة، واحد تاني ادى إنجليزي، ده عهد جديد عهد قديم. كل يوم كان بيبقى فيه درس في المساء، بحيث ان كلنا نعلم بعض. جدد ورمم الممتلكات القبطية بالقدس مثل مقر البطريركية وكلية الشهيدة دميانة كان عامل لنا اجتماع في مره في الاسبوع، وكان في اب راهب مشرف على هذا الاجتماع، وكان هو دايما يفتقدنا بعد قداس الاحد، يسعى لكل واحد فينا وبرضه يقابله مقابله كويسه. أنبا إبراهام كمان ما كانش مستبد برايي ولا يقول كن فيكون يعني، لا، كان متواضع جدا، يجي يقول ايه رايكم ونعمل كذا، يعني كان في كل حاجة يشركنا معاه، ما ياخدش رأيه لوحده. كما قام بشراء وترميم بيت للضيافة أطلق عليه سان مارك. أيضا جدد ورمم أملاكنا في كنيسة القيامة وفي منطقة تل بيوت أنشأ مبنى مكون من 4 طوابق، مساحة كل طابق حوالي 1000 متر، وبه عيادات طبية لخدمة الشعب. وفي بيت لحم وسع ورمم دير القديسة العذراء مريم وأنشأ مركزا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي أريحة جدد ورمم دير الأنبا أنطونيوس وبنى أسواراً للدير، كما أنشأ مبناً من 3 طوابق ملاصقاً لدير الأنبا أنطونيوس وآخر 4 طوابق لخدمة الإيبارشية. وأيضاً في أريحة جدد دير مار زكا واشترى قطعتي أرض ضمهم للدير.
وبنى دير على اسم القديس الأنبا بشوي بأريحة، وبه كنيسة صغيرة كما بنى له أسوار. كان بيهتم بالخدام والعمال في البطريركية زي اهتمامه بالأباء الرهبان والأمهات الراهبات بالظبط. سيدنا طبعاً كان قلبه كبير وبيتحمل الصغير والكبير، كان بيتعامل بكل احترام مع الناس، وكان اللي يهينه وبتاعه يرجع له تاني يقول له سامحني يا سيدنا وبتاعه. وفي رام الله بنى كنيسة باسم رئيس الملائكة ميخائيل، ومبنى خدمات تابع للكنيسة. وفي الناصرة جدد ورمم كنيسة البشارة القبطية، وأنشأ مبنى خدمي مكون من 7 طوابق. كل الكنائس تبقى تقول دي أحسن كنيسة، تروح تنبهر إنه عطى حرية للمهندسين والمشرفين، حرية الإبداع. اعمل اشتغل، طالما مش حاجة هتخالف الطقس الكنسي خلاص اعمل زي ما انت عاوز تعمل، ابدعوا وانتوا أدرى باحتياجات خدمتكم. وفي دولة قطر افتتح كاتدرائية مار بولس وبطرس الرسولان، وأيضا مبنى خدمات وكنيسة أخرى وقاعات. سيدنا الأنبا إبراهام كان مجرد ما وصوله الدوحة قدامه هدف واضح وتارجت قدامه أن هو يكون هناك بيت لربنا في هذا المكان. يوم وضع الحجر الأساسي للكنيسة وجاء سيدنا موجود، وكان حاضر السفير وأعضاء السفارة. كنا في صحراء، مكان ما فيهوش أي معالم حياة يعني، وكان جو صيف، والصيف في قطر عمره ما بينزل مطر. فوجئنا في هذه اللحظة بمطر شديد جدا، والمطر في دولة قطر يعتبر خير. حتى السفير والجماعة التانيين بهتوا من الوضع ده وانبسطوا جدا وقالوا ده خير في هذا العمل اللي انت بتعمله. ورغم ان الظروف القاسية اللي بتعيشها القدس، كان سيدنا يتعفف تماما من انه ياخد اي مبالغ من الكنيسة، وكل مرة يا سيدنا التزاماتك ومصاريف القدس يقول لك خلي فلوسكو للكنيسة، بنا الكنيسة. واحنا عشنا فتراتنا مع سيدنا كان راهباً متقشفاً تماماً، ويعيش أقل من أقل راهب في لبسه وفي مظهره وفي أكله. وفي دولة الكويت بنى كاتدرائية رائعة على اسم مار مرقس الرسول، تسع 10,000 شخص. ومبنى خدمات وقاعات ومسرح. احنا هنا في كنيسة مار مرقس الكويت اللي اتبنت ببركة مار مرقس وصلوات وتشجيع قداسة البابا شنودة وقتها ونيافة الأنبا إبراهام، ومنحة سامية أميرية من سمو الأمير حفظه الله ورعاه. وكان نيافة الأنبا إبراهام دائم السؤال ودائم الاستفسار عن كل شيء، وكان يسأل عن تفاصيل، وكان يعطي رأي ورأي سديد ورأي إنسان مخنك عارف خبير. بسم الأب والابن والروح القدس. أنا وجوزي المهندس وجدي من الناس اللي اشتركنا في تصميم الكنيسة، كنا نقعد كتير معاه في أعداد في اختيار الناس اللي ممكن تشارك في عمل البناء، إن كان اختيار الحجر، إن كان الصبغ، إن كان الأرضيات. فكنت بلاحظ إنه لما نقعد مع أي مجموعة من الناس
كان ينبسط قوي لما يحس انه اللي هيشتغل في بيت ربنا يبقى ليه علاقة قوية في ربنا او من أسرة تقية جدا. كان دقيق جدا في أموال الكنيسة. مفيش بند نزلناه في التشطيب إلا وعملنا فيه مناقصة. يبتدي بقى يحلل بقى معايا حتة حتة. الحتة اللي هتشطبوها دي فيها كم متر؟ أقول له فيها كذا. طيب بالدينار تبقى كم بالدولار؟ أقول له هتكلف كذا بالدولار. هو كان عنده مباني كتيرة في القدس، يحول يروح يقول لي آه ده فعلاً، ده أنتوا طلعتوا جبتوا أسعار أحسن مني، لا خلاص اديهم، ده أنتوا توفقتوا في السعر ده. برغم وجود لجنة مالية وفيها كبار المحاسبين في الكويت، هو كان بيراجع وراهم كلمة كلمة ويستفسر منهم ويسألهم هي المبالغ دي اتصرفت ليه؟ اتجمع كام؟ اتصرف كام؟ والمبلغ ده اتصرف في الميعاد ولا مش في الميعاد والى اخره. كان حريص كل الحرص، بحيث ان هو جميع اجتماعات اللجنه كان لازم يحضرها ويراسها بنفسه ويشرف على كل مساله من المسائل اللي تعرض عليها. وكان يولي اهتمام خاص باللجنه الاجتماعيه اللي هي مسؤوله عن تقديم معونات للناس المحتاجين ورعاية الأسر ورعاية المرضى واللي بيدرسوا المدارس. فكان باستمرار يبدأ عمل اللجنة بأنه يقول تقرير اللجنة الاجتماعية. في الفترة اللي كان فيها أبونا عزرا تعبان، جه الأنبا أبراهام قعد معانا شهر كامل الكنيسة، كان ينزل يصلي القداسات، وكان أبونا عزرا هو اللي ينزل يناول الدم معه فقط. بعد انتهاء القداس يطلع أبونا عزرا وكان سيدنا يعني يسنده على إيده عشان يطلعه فوق السكن بتاعه، وكان نيافة الأنبا أبراهام هو اللي يجهز الأكل لأبونا عزرا. كان أبونا عزرا فضل يخدم هنا فترة حدود 9 سنين، وسيدنا البابا اختاره عشان يترسم اسقف على مغاغة. فسيدنا الانبا ابراهام مجرد ما عرف كده، وسيدنا البابا اتصل عن طريق السكرتيريه وبلغه، جاء من القدس مخصوص واصر انه يعمل حفله كبيره جدا لابونا عزرا، حفله على المستوى الكنسي في الكنيسه، كانت يوم جمعه، كانت كبيره جدا، حضرها الالاف من الشعب، وعمل حفله كبيره جدا على المستوى الرسمي. نيافه الانبا ابراهام نوعيه لن تتكرر حقيقه. وفي سلطنة عمان جدد الكنيسة القديمة باسم مار مينا في مسقط، وأضاف بها بعض الملحقات. وفي مملكة البحرين أنعم الله على الكنيسة بقطعة أرض هدية من جلالة الملك حمد بن عيسى، وتم الانتهاء من التصميمات قبل نياحته. وفي لبنان فقد قام بتجديد كنيسة القديسة العذراء ومار مرقس الرسول في بيروت. في 92 بدأ سيدنا الأنبا أبراهام بالزيارة للبنان، وأثناءها بدأ يفكر في تعمير وتكملة الكنيسة، وكمل الكنيسة الطابق العلوي وأكمل تشطيبها على أكمل وجه، ثم بنى صالون للكنيسة وتم تدشينها سنة 95 بيد المتنيح قداسة البابا شنودة. واشترى قطعة أرض بنى عليها دير الأنبا أنطونيوس بالبربارة. فلسفة التصميم تبع الكنيسة الجديدة في دير الأنبا أنطونيوس الحقيقة كان منفتح جداً إلى الفكرة التصميمية، لأن هي برضو بنفس الفكرة التصميمية للكنائس إنها تبقى على شكل سفينة وكده، ولكن فيها نوع من التجديد شوية، مودرن ديزاين. الحقيقة كان متقبل ليه جداً وكان مشجع وشجعنا على هذا الموضوع. كان
يجينا هنا كل سنة في لبنان، ومرات في السنة مرتين يزور لبنان ويتابع كل شيء، وخاصة بناء الدير. هو اللي وضع كروكي للرسومات الدير، للمخطط بتاع الدير، ويعلم كل شيء ويتابع كل شيء. وكل زيارة لازم يطلع يروح أرض الدير يصلي على مية ورشها، وإحنا لسه من قبل أن نبدأ حفر الأساسات. وفي المملكة الأردنية الهاشمية جدد ورمم مباني كنيسة القديسة العذراء مريم ومار جرجس بالعاصمة عمان. وأضاف لها مبناً لمدارس الأحد ومبناً آخر أربعة طوابق به المحكمة الكنائسية. كل اللي حضراتكم صورتوه من عمل نعمة الله في كنيسته القبطية الأرثوذكسية في الأردن هو بسبب أبوة الأنبا إبراهام، لأنه كان بيرفعنا إحنا ولاده، كان دايماً يقدمنا عنه، كان دايماً يكبر بينا. كما دشن كنيسة صغيرة على اسم رئيس الملائكة ميخائيل بالدور العلوي، كما أسس دير الأنبا أنطونيوس في محافظة مأدبة وبه كنيسة جميلة. وبنى كنيسة باسم الظهور الإلهي في المغطس على نهر الأردن في الأرض التي منحها جلالة الملك عبد الله للكنيسة القبطية. برضو اللي سمى الكنيسة دي هو كان معي راكب في السيارة وبقول له سيدنا نيافتك هتسمي الكنيسة دي إيه؟ سكت فترة حوالي أكتر من 5 دقايق وراح مطلع الاسم الجميل، قال لي سميها كنيسة الظهور الإلهي. وفي حبرية نيافته تم شراء قطعة أرض كمدافن لبطريركية الأقباط الأرثوذكس. أنبا إبراهام هو صراط أورشليم، فكل حاجة تتعلمه منه، في صمته تتعلمه، ما يردش في أي حاجة، في كلامه تكلم بحكمة عميقة جدا وكلام واضح، ما يتكلمش كلام ليه معنيين. ولم تغير الدرجات العلمية والكهنوتية من صفات الأنبا إبراهام، بل زادته تواضعاً وزهداً. شخصية واحدة لم تتغير، إذا كان الاسم بيتغير، إذا كان المنصب بيتغير، إذا كان الموقع بيتغير، لكن المعدن الأصيل اللي جوه لم يتغير. هو نفس الشخص باتضاعه العجيب، بهدوءه، بوداحته، هو نفس الشخص اللي كان أيام الدراسة في الثانوي وفي الجامعة في بيت الشمامسة وفي دير الأنبا بشوي، هي نفس الشخصية اللي أنا شفتها بعد ما بقى الأنبا إبراهام. ما كانش يقفل الباب في وش أي حد، حتى في المقر بتاع رابطة القدس أو ده أو ده، وأقول له سيدنا كفاية عشان أنت بكرة الصبح مثلا مسافر أي حاجة، يقول لي معلش معلش. في مرة كنا قاعدين عند سيدنا فوق بالصالون، فراح الباب مخبط، سيدنا زمان ما كانش عنده سكرتيرية، فسيدنا طبعا فتح الباب ولقينا راجل داخل شكله صعب، هدومه كانت وحشة وريحته حتى كانت يعني
اللي حواليه كان نقدر نشمها. فراح سيدنا بيقول لسيدنا أنا عايز مصاري مصاري، اديني مصاري. فراح سيدنا جابه ومقعده وقال له هقعد هنا شوية. أول حاجة عملها راح جاب له أكل، وبعدين راح جايب له هدوم وجزمة نظيفة، كل حاجة كانت نظيفة. والإنسان ده وهو ماشي راح سيدنا مديه فلوس وقال له ربنا معاك. حتى كان بيسمع ضعفات كتيرة أو عثرات كتيرة وكانت حاجات تجرحه هو شخصياً، بس عمره ما كان حتى يعبر عن إنه متضايق. كمان ما كانش بيعبر إنه متضايق. أتذكر مرة من المرات كان في حد من الشباب العمال زعق في سيدنا وانفعل جداً، وكنا في موقف رسمي لكنيسة القيامة، كان موقف غير لطيف. فوجئنا برد فعل عجيب من سيدنا أنبا أبراهام، سابه يتكلم ويزعق وقال له ما تزعلش حقك عليا. وبعد ما رجعنا اديني من الموكب، الشاب دوا طلع عند سيدنا فوق وقعد يبكي، قال له انت مطران وتسكت وانا زعق فيك ده، وانت كبير في السن وانا صغير، مفيش اي رد فعل منك، لازم تمشيني، لازم تاخد قرار ضدي، لازم ولازم ولازم. قال له انت ابن حبيبي وانا بحبك. ايه اللي حصل؟ والمطران ايه يعني؟ ما انسى شو التراب المطران. لما كان يجي لنا زيارات من البابا شنوده او البابا توادرس مع كل الاباء المطارنة والاساقفه اللي ممكن بيجوا كوافد مرافق، فلما كنا نحجز في الاوتيل نقول لسيدنا الانبا ابراهام يا سيدنا هنحجز لنيافتك معاهم عشان تبقى وسطيهم، لو في اي حاجه عايزينها في حاجه تبقى انت متواجد معاهم. كان يرفض رفضا قاطعا ويقول انا مكاني الليتي في الكنيسه. فطول 19 سنة اللي قضيتها مع سيدنا، لما كان يكلم سيدنا البابا شنوده أو سيدنا بابا تغدروس دايما يبقى واقف رغم من كبر سنه ورغم آلامه الكتيرة ورغم مرضه، كان يتسند على حاجة لو مش قادر، توقيرا للآباء البطاركة. وبحسب التقليد هو يتقدم الجميع، لكن دايما كان يقدم الآخرين بصورة يعني تفوق الوصف، وكان يقدم بالأكتر رئيس الدير، رئيس الدير أسقف، وكان برضو يقدمه خالد أنبا سربامون يعني. فالحكاية دي كان بتدي درس. عمره ما قعد على الكرسي اللي احنا مجهزينه في الكنيسة، يقول أبداً أبداً، يروح جايب كرسي صغير ويقعد عليه ويقعد جنب الكرسي المجهز، بس على كرسي صغير كده، ويقول ده كده حلو قوي ومحدش له دعوه بيا. بهزر معاه بقول له شوف يا سيدنا انا ما بديش حد مكاني خالص، انا اديتك مكاني عشان انت مش شايفني. سكت بعديها بربع ساعه عاوز يقوم بنسنده، قال لا سيبوني سيبوني، وراح قايم في مجامعه راح متكل عليا، قال يا سيدي وادي مطانيه بطرح المطانيه اديتها. لا فين التواضع كده؟ ما فيش مطران بيعمل كده ولا في اسره بيعمل كده ولا استاذ يعمل كده. كان لما الشرابات بتاعته تتقطع الفردة السليمة يحتفظ بيها لحد ما يلبس شراب تاني تتقطع، خلي الفردتين السلام تبقى واحدة مشجرة واحدة مخططة أو مربعة ويلبسهم، ونقول له يا سيدنا ما ينفعش كده، يقول ما حدش شايف حاجة من تحت الفرجية، وبعدين دي حاجات كويسة وصالحة للاستعمال، وبعدين ده مال الكنيسة لازم أحافظ عليه، مش معنى إني أنا مطران أنسى إني أنا راهب. سيدنا كان بياكل حاجات بسيطة، وكان أكله متكشف، أكل يعني رباني مش بتاع أكل كتير يعني، وكان دايما ياكل ربع خبزة في الطبق، وسواء يكفيها يخلصها وسواء ما يخلصها، وأكله بسيط خالص شوية فول يعني حاجات بسيطة خالص. وبعد ما ياكل يغسل يلم المواعين بتاعته ويحطهم في المطبخ ويغسلهم، اقعد اغسلهم له، يقول لي لا انت خليك جنبي بس. كان بيرفض ان حد يعني يعمل معاه اي شيء او يغسل مكان اي طبق، ويقولها بطريقه ظريفه، ما يقوليش لا لا يا ابني ولا بلاش عشان يظهر انه متواضع ولا حاجه، يقول لا انا كده كده بغسل ايدي، مع غسل ايد الطبق بيتغسل وخلاص على كده. هو يعني هو كمدبر يعني كان دايما حتى المنديل البسيط ده يقسمه مرتين ثلاثه، تقول له يعني يا اخي خد علبه مناديل اهي، انت بتعمل في المنديل كده ليه؟ ده المنديل يزعل.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، ونظراً لسماحة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أطال الله حياته، كذلك روح التسامح التي يمتلكها أصحاب السمو شيوخ الإمارات وعلاقاتهم الطيبة والوثيقة مع الأنبا إبراهام، فقد تم في حبريته بناء 7 كنائس. ففي دبي تم إنشاء كنيسة مار مرقس والأنبا بشوي بدبي. كان بيشعر الكاهن بحتة الأونرشيب، إن أنت مسؤول وكل قراراتك لازم يكون فيها المصلحة الأولى شعبك ومن خلال ربنا. سيدنا ما كانش بيتدخل في تفاصيل الخدمة، يقول لك اللي أنت شايفه في مصلحة الولاد ومصلحة الخدمة اعمله. كان عنده بعض نظر شديد حتى في الحياة الهندسية، في ارتفاعات الكنيسة، في عرض الكنيسة، في كل حاجة كان ليه بعض نظر في حاجات كثيرة خالص. يعني بيبقى ناس متخصصة جدا معاه، لكن هو له نظرة ثاقبة في حاجة معينة، وكأنه في إرشاد من الروح القدس ليه. وفي جبل علي بدبي تم بناء كنيسة على اسم الشهيد مار مينا. هو كان يهتم دايماً في التصميم إن لازم مدارس الأحد، الفصل الخاص بمدارس الأحد يكون مساحته تستوعب العدد من التلاميذ مبقاش ضيق عليها. وقت ما كان بيجي البولس يتقرا او الابراكسيس او الكاثوليكون، يروح موقف ويبتدي يشرح ليه الكلام ده اتقال ومعناه ايه وما علاقته بالعقيده، ويبتدي فعلا يفهمنا يعني ايه القرايات اللي بتبقى موجوده. أتذكر أنه في وقت الأوقات الأنبا أبراهام آثر أنه هو نفسه ينضغط عليه، لكن لم يقبل أنه الرتبة ينضغط عليه، ولفت الأيام الشعب كله كان بيجي اختيار يقول له سيدنا احنا مش هنختار، انت اللي تختار. كان يقول لهم لا لازم تختاروا، قالوا له تعلمنا يا سيدنا. هي اختياراته في الآباء اللي جم في المنطقة، ما فيش حتة في الكرازة كلها فيها كمية الخدام المتفانين الموجودين عندنا. وفي أبو ظبي تم إنشاء كاتدرائية الأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس. المحدد لمؤلف رئيس الدولة في اليوم ده، كان طبعا كل الوفد الأساقفة وكلهم كان كل واحد مع العربية بتاعته، وسيدنا أنا الحمد لله خدت بركته إن أنا مسكته، قلت له أفضل معاك، ففضلنا ركبنا العربية مع بعض. عقبال ما وصلنا كان كل الوفد دخل وسلم، فسيدنا طبعا كنت ماسكه داخلين مع بعض. الشيخ خليفة إحنا داخلين في أول المجلس، والمجلس طوله حوالي 50 متر، والشيخ خليفة بعد ما كل الناس سلموا قعدوا فضل واقف، ما قعدش مستني احتراما للمطرب. كان حكيم جدا، وكان بيحب طبعا ان هو يدبر امور الكنيسة المالية باسلوب يحقق العدالة بين الكل،
كل ما يبقى فيه مشكلة ونكلمه كان يجي علينا ويقول لنا ريحوا الناس، يقول له يا سيدنا ريح الناس يا ابونا. وفي إمارة الفجيرة تم بناء كنيسة مار جرجس والأنبا أنطونيوس. مجرد ما كان يسمع ان في اسرتين ثلاثه، سمع ان في كم اسره، اسرتين او ثلاثه في الفجيره وفي المنطقه الشرقيه اللي احنا فيها، خلى ابونا إيسيزيروس يجي قعد فتره يعمل لنا الابريس في البيوت لان ما كانش في مكان تاني. ويمكن كان هو كان مرن جدا يعني، يهمه النفوس ما يهموش اي حاجه تاني. النهارده نشكر ربنا الكنيسه فيها حوالي 25 30 اسره، فالناس لما بتسال على الفجيره يقولوا فيها كنيسه. فهو كان بعد نظره برضه في المكان، رغم ان في البدايه يقول لك ده اسره او اتنين يعني مش مستاهله ان تتعمل لها مكان زي كده يعني. لكن جه الوقت ان الناس بتيجي الفجيره دلوقتي عشان فيها كنيسه. احنا كنا منعزلين ملناش حد. كان هو الاب واكبر من ابونا، يعني ابونا كان بيزورنا كل فتره وفتره، لكن ما كناش حاسين بالابوه دي. ولادي حسوا بالدفء الكنيسه اكتر اللي كانوا محرومين منها. الحنيه، الرعايه. ما بقيناش نحس بغربة زي ما كنا حاسين. لما افتكر كده ان لو ما كانش في الكنيسة دي موجودة كنا احنا نعمل ايه؟ كانت الإقامة صعبة هنا قوي قوي، وكان بيبقى بعيد عن ربنا، لكن فعلا هو اهتم بالخدمة بكل واحد، حتى في الأماكن اللي فيها عدد صغير من الناس. كان بيصمم ويبقى حريص انه يقعد في وسطنا، مش في القاعة الخاصة بتاعة الآباء. كان يبقى قاعد معانا في القاعة الكبيرة، هو على الترابيزة وقاعد مع ناس، أي حد يقدر يوصل له في أي وقت. كان بيحب الألحان جدا. يعني الأطفال لما كانوا بيقولوا ثلاث أربع ألحان ورا بعض كان بيبقى مبسوط جدا 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 إن الأطفال حافظة كم الألحان دي. وفي إمارة الشارقة تم بناء كنيسة القديسة العذراء والشهيد أبو سيفين ومبنى للخدمات. مخه منظم جدا جدا جدا، يعني لما يقعد يتكلم كما لو كان انسان قدامه ورقه محضرها، واحسن كان شكوى كمان شويه، وهو بيتكلم تلقائيا بدون اي شيء، بالعناصر متنظمه، الكلام منظم، الكلام بيطلع منه بعمق روحي شديد. يعني كان حافظ العمودين اللي بره المدخل، كان دايما يتكلم عن تفاصيل دقيقه جدا، يعني المفروض احنا المهندسين فقط اللي احنا ملمين بيها يعني. فده بيدل على درجه تركيز عاليه يعني، ولافته للنظر الحقيقه ما بتبقاش متوفره في ناس كتير يعني. اللقاءات الرسميه المفروض بتبقى مثلا في الديوان المكتب. احنا معظم لقاءاتنا كانت بتبقى في قصر الشيخ نفسه، كانه في بيته. وما تصوريش الترحاب بتاعه كان ازاي للانبا ابراهام. تشعري فعلا انه في محبه، مش حاجه زائفه يعني، فعلا من القلب. كنت عامل رحلة للشباب طالعين باخرة كده بتمشي في الخور هنا في المية، تمشي لمدة ساعتين، وكان أملي إن سيدنا يجي معنا. كل الناس اللي كانوا محيطين بيا قالوا لي سيدنا إزاي؟ ويطلع على الحتة اللي دي إزاي؟ وسيدنا بصحته دي إزاي؟ فجيت في ودنه كده قلت له سيدنا أنت مش عارف إن أنا بحبك؟ قال لي عارف يا سيدي. فقلت له وجودك في وسط الشباب، قال لي انا اللي عايزه اروح مش الشباب، سيبك من اراء الناس، انا عايزه اروح واكون موجود معاهم. سيدنا بس النهارده الجمعه انت مخلص القداس وراسم حاجه و90 شماس، ومخلص الساعه 11:30، بعدها قعدت مع الشعب للساعه 1، والسفينه بتتحرك الساعه 2، يعني لازم، كان لسه خارج من باب الكنيسه، قلت له يعني لازم بعد 10 دقائق اتحرك عشان المركب اللي بتقوم. قال لي من غير ما ادخل اوضتي، يلا دلوقتي على طول. طب يا سيدنا وأدويتك؟ يا سيدي ادهاني في العربية، مش مركب هتتحرك، أنا عايز أكون في وسط الشباب. وفي إمارة العين تم بناء كنيسة العذراء مريم والأنبا شنودة رئيس المتوحدين.
هو الأنبا أبراهام كان بيهتم بكل صغيرة وكبيرة في بنى الكنيسة، ويمكن كانت ليه ملاحظات صغيرة أنا كنت بعتبرها إن هي بسيطة وصغيرة، لكن في الحقيقة بعد ما اكتملت الكنيسة وبعد ما عاصرنا ظروفها والطقس بتاعها، لأن هي فعلا حاجات مهمة جدا جدا، وإن هي ليها دور كبير جدا، وكان لازم فعلا نهتم بيها. في بعض أمور كثيرة كانت تحصل معاه، بس هو كان طويل البال طويل البال، وأنا كان تحصل معي بعض المشاكل، كان يعلمني يقول لي خلي بالك طويل اصبر هتتحل. بيوصل لعقل الكبير وبينزل لعند عقل الصغير، بمحبته بتواضعه بحنيته بقلبه، بيحاول يرضي الكل حتى لو حاجة مضايقاه بيحاول يرضي الناس، تواضع جدا أو قمة التواضع، بس في نفس الوقت قمة الحزم، يعني ما عندوش حاجة تمر عليه وتبقى مش صح ويوافق عليها. ما لقيناش في نيافة المتنيح الأنبا أبراهام الرئيس الجالس على كرسي المطرانية، لقينا الراعي الأب اللي جالس على كرسي الرعاية. وفي إمارة رأس الخيمة تم بناء كاتدرائية القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل. الأرض اللي خدناها كانت أرض كبيرة، فقلنا نبني مبنى صغير على قدنا، ويعني الباقي يبقى زي جناين أو بتاع، لكن هو أصر إن الكنيسة تكبر. الناس كانت تقول طب هنجيب فلوس من فين؟ قال هتتدبر. لما معناش فلوس قال بص بالفتات أنت هتبنوا الكنيسة، ده بالفتات هتبنوا الكنيسة وهتتبني وهتكمل، وبالفعل اتدبرت. وفي النهاية كان عندنا هدية عظيمة كاتدرائية تعتبر مفخرة لرأس الخيمة، وكان طبعاً يضحك معنا ويقول لنا أنتوا لجنة الشحاتين، يلا شد حليكم يا شحاتين وربنا هيكمل بيكم إن شاء الله، وتتبني الكنيسة وتبقى كنيسة عظيمة جداً جداً. فكان تدبيره قراعي خالية من أي هوى شخصي أو نزعة شخصية، وكمان كانت تدابيره زي ما قلت تدابير أبائية، دايما يقول انتوا اللي بتعملوا انا ما بعملش حاجة، انا قاعد اكل فول في القدس وقاعد على كرسي، ولا بقى هم اللي بيخدموا، العمل عمل ربنا والمجد ربنا. ما كان دائما يلبس ثوب الاختفاء، يتفنن في اختفاء ذاته. كما شملت كاتدرائية رأس الخيمة بيتاً للخلوة. وقاعات وملاعب لخدمات مدارس الأحد. كانت تدابيره كلها إيه؟ في صمت. حتى لما كان يجي كده بزيارات للدول التي كانت تحت رعايته، كان يدخل في صمت، يخرج في صمت. ما يحبش الإعلام ولا يحب الميديا، حتى كنا احنا آباء مرات كده يتفاجئ ان هو موجود وسطينا، يقول لك لا احنا نشتغل في صمت، لا احنا علمنا كده. كما شملت كاتدرائية رأس الخيمة كنيسة صغيرة على اسم الشهيد أبا نوب النهيسي. كما يوجد أيضاً كنيسة بالدور العلوي على اسم الآباء السواح. وكان يقول لنا الخدمة تكليف مش تشريف، الخدمة مسؤوليات مش كرامات، الخدمة غسيل رجلين. كان يقول لنا كخدام في انكسرنا انتصرنا، في انكسرنا ايه؟ انتصرنا. و
وفي مصر أنشأ نيافته 5 بيوت للطلبة المغتربين، سميت جميعها باسم أحباء القدس، 4 منها بمدينة 6 أكتوبر، والخامس فيلا جميلة بمدينة العبور مساحتها حوالي 1000 متر، وبها كنيسة جميلة تتم بها الصلوات، كما يشرف أب راهب على هذه البيوت لمتابعة الطلبة روحياً. لي 4 سنين في خدمة الشباب مع سيدنا، عصرت معاه كل ما يروح لازم يقعد مع الطلبة، يأكل من أكلهم ويقعد وسطهم، يبدأ يتجاذب معهم أطراف الحديث ويسأل عن مشاكلهم وهمومهم ودراستهم، يتابع تفوقهم الدراسي، يتابع نموهم في الحياة الروحية والتزامهم بالصلاة والصوم. كما جدد وعمر مبنى مقر رابطة القدس للأقباط الأرثوذكس بحي الظاهر بالقاهرة، وفي مصر أيضاً اشترى الأنبا إبراهام مزرعة في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي تبلغ مساحتها 42 فدان، وأطلق عليها اسم مزرعة القدس. وبالرغم من معاناة نيافته من أمراض كثيرة والتي وصلت إلى فقدان البصر، إلا أنه احتمل بشكر وثقة بعمل الله في حياته. فعلا الأحباش ضربوه، حصلت اختلاف ما بين رهبان الأحباش والأقباط، نزاع، فسيدنا باختصار شديد نزل من الدير عشان يفصل دول عن دول. كنت أنا جنبي، أنا اللي بقوله شاهد عليه. قال رهبان اطلعوا اطلعوا، فأنا بقوله يا سيدنا لو سمحت اطلع بره دير السلطان. قال لي لا، بقوله يا سيدنا اطلع بره دير السلطان، انت مستهدف. زعق فيا، قال ما سيبكوش، زي يجيني قلب اسيبكم، اذا اطلعوا قدامي مش هطلع. وقعد بيحجز بالرهبان، في حد من الأحباش ضربوا حجر في عينه وقد كان. بعدها سيدنا دخل في دوامة كبيرة، عمل 14 عملية فنية على أمل إن يشوف حتى لو بصيص من النور. عشان كده أنا بعتبره إنه أحد المعترفين في الكنيسة، لأنه الأنبا إبراهام أصيب بدون أي ذنب خالص من أجل الكنيسة، من أجل المسيح. بعد ما صليت أسبوع الألام وبالذات الجمعة العظيمة وسبت النور، طبعا معروف هنا في القدس سبت النور شكله إيه، وليلة عيد القيامة بالضخ بتاعها، احنا بنخلص عيد القيامة السنة دي خلصنا الساعة 6 الصبح القداس، أنا من الساعة 12 بالليل في الكنيسة لغاية 6 الصبح، وطبعا عارفة الزحام الرهيب اللي يوم سبت النور في ساعة طلوع النور والكلام ده. أنا بعد ما خلص حد قلت لهم سيدنا كان بيعمل حد إزاي؟ يعني أنا وأصغر منه بمراحل تعبت جدا، طب هو كان بيعمل دي إزاي وهو في السن ده بالأمراض دي؟ ما كلش، ما اشتكاش بالرغم من الظروف الجسدية اللي يعني والأمراض اللي كانت عند سيدنا، ولكن يمكن في آخر زياراته كان بينزل يلف على خدمة مدارس الأحد، الاجتماع يخش فصل يسأل عن إيه الخدمات اللي بتتم واليوم بيمشي إزاي والأولاد إزاي، إحنا يعني بناخد بالنا منهم. وهو في قمة مرضه وآلامه يزور المرضى ويدعيلهم بالشفاء، هو كيف يعمل كده؟ فهو طفاية. الأنبا إبراهام كانت تبقى رجليه وارمة لدرجة إن الحذاء ما يدخلش في رجليه ويبقى بيتحرك،
بيتحرك ويزور البلاد، وممكن يقع في المطار ومحدش يحس بيه. ما رأيناه تغير لحظة، قال له هو بشاشته، فرحته، الرجاء اللي كان مالي حياته والإيمان القوي، وكان لا يكل ولا يمل في الزيارات. هو اتناح 2015، أنا ترسمت 2012، ففي الثلاث سنين دول مقابلات كان بيحكي لي دايماً حكايات عن خدمته وعن عمله، عن المعاناة اللي بيعانوها هناك، بس يحكيها بوجه باهش، يعني معاناة وألام، وحكى لي كذا حاجة مؤلمة، لكن يحكيها بوجه باهش خالص خالص خالص. يعني لو إحنا مش عارفين أصلاً إنه ما عنده مشكلة في عينيه، لا يمكن نتصور إنه الحاجات اللي بيتكلم فيها دي هو مش شايفها، يعني تفاصيل دقيقة جداً ومعلومات وإلمام غير عادي، يعني كان بالضبط يعني في نفس مستوى إلمامنا إحنا بالمشروع كمهندسين. مهندس زميلي شريف يقول لك ده شايف، فإحنا مستغرب، يقول طبعاً ده يعني حاجة بتاعت ربنا. حتى لما كان مثلا يقول لك مش قلت لكم انا لما يكون حجاب الهيكل واصل لغايه، هو ازاي عرف ان ارتفاع حجاب الهيكل واصل الارتفاع ده؟ ويكون يعني سنتكلم على مثلا الابواب بتاعت الكنيسه نفسها، انا عايز الباب يكون مش عارف مواصفات معينه. طب هو بيتكلم عليها وهو داخل يقول مش قلت لك يا باشمهندس ان الباب لما يكون، انت عرفتها منين؟ احنا كنا قاعدين في الصالون هنا، وكان جروب من سويسرا، هم اولاد في سويسرا يعني، وكل واحده قاعده في مكان، واللي قاعده على السن، وكل قاعده في مكان. وبعدين قال لها يا فلانه، قالت له اي سيد، قال لها اقعد يا بنتي سند ظهرك، هي قاعده كانت مترفقه على طرف، اقعد سند ظهرك. واخذ عدته ومشي. قلت له سيدنا انت بتشوف؟ قال لي مين قال لك؟ قلت له اشمعنى اخترتها من ضمن اللي قاعدين وقلت لها يا بنتي سند ظهرك؟ فعلا هي كانت قاعده مترفقه على الكرسي، ما كانتش قاعده سند ظهرك. راح قال لي ده شغل ربنا. في مره من المرات بعد قداس من القداسات اللي كان سيدنا بيصليه معانا هنا، طلعنا على زي استراحه كده بتاعت الكنيسه، وكنا قاعدين بناخد اغاني وكده. بعد ما خلصنا واحنا ماشيين، كنا تقريبا 4 أو 5 اباء كلنا واقفين، سيدنا سال واحد مننا انت لابس ايه على راسك يا ابونا فلان؟ ابونا فلان كان نسي الطاقيه والعلمه بتاعته في العربيه، فمش معقول هينزل وقت كان قصير الحقيقه. كان سؤال مفاجئ، اشمعنى هو الوحيد اللي ساله وهو ما كانش بيشوف ساعتها؟ فساعتها حد من الاباء اللي واقفين راح مطلع طاقيه من جيبه وراح حاططها على راس ابونا فلان. بعد ما مشينا واحنا ماشيين ناحيه الاسانسير، راح سيدنا بص على ابونا فلان قال له ابونا فلان انقذك، ادالك الطاقيه بتاعته من جيبه. كان يشوف بقلبه، كان يعرفنا واحد واحد، ايام بالسمع وقت اللي نجي نقول له سيدنا اللي وين كنت يا بنتي؟ فينك يا ميرنا بنتي حبيبتي؟ وين فين كنت؟ خلال الكم السنين اللي قعدها صحته كانت في النازل ونشاطه في الطالع. انا شفته من ايام ما كان بيشوف كويس، شفت نظره بيتدهور لغايه ما في وقت من الاوقات كان يجي يقرا، كانوا بيكتبوا له الكلمه في صفحه علشان يقدر يشوفها، لغايه ما في الاخر بتاعي ما كانش بيشوف خالص. حركته كانت صعبه جدا، ومع كده والافرشيه واسعه كذا دوله، ما كانش بيسيب دولة إلا ويروحها مرة واثنين وثلاثة كل سنة، ما كانش بيسيب واحد متابع، كل واحد من الشعب مهما كان بعيد بيدور عليه وبيجيبه. لقد عاش الأنبا إبراهام مختفياً منكراً لذاته، بينما كانت صلاته سهماً يصل إلى السماء، سر الله لخائفيه. اللي أنا شفته فيه ولمسته فيه مفيش مشكلة طلب حل من ربنا فيها إلا واتحلت عن طريق المطانيات، لأن كنت بشوفه بيعمل المطانيات دي بطريقة عجيبة جدا، شفتهاش خالص، طريقة عجيبة جدا. مرة كنا عاملين أغابي وفي مية سخنة اتدلقت على إيدي، وفي الحال طبعا إحمرت وورمت شوية وكده، وإحنا قاعدين في الأغابي بقول له سيدنا إيدي يعني وقعت عليها مية سخنة واتحرقت وكده، راح قال لي فين ده أنا مش شايف حاجة، راح حاطط الصليب بتاعه على ايدي وغرس. حتى ساعتها قلت له اي، على ما روحت البيت كانت ايدي سليمه 100%، مفيش حاجه. ياما ناس كان يقول لهم ما يهمكمش هتجيبه، وكانوا بيبقوا قاعدين بال25 سنه ويخلفوا.
يا مناس يقول لها حجيبي فلان يا أم فلان وينادلها بالاسم ده ويجي. لدرجة فيه ناس قال لهم نوع الجنين اللي في بطنهم من غير ما يكونوا عملوا سونار أو من غير ما يكونوا عملوا أي حاجة. أنا عندي أخويا هو كان معايا هنا وما كانش الحقيقة بيخلف، كان بقاله فترة متجوز، بقاله 4-5-6 سنين متجوز. فقلت له تعالى في الأنبا برام جاي من القدس وخليه يصلي لك. فكانت مراته متلهفة على عملية الخلف فراح، فهو قاعد وكان برضه فقد نظره. فوطيت عليه وقلت له سيدنا أخويا عماد ما بيخلفش، قال لي متجوز بقاله كم سنة؟ قلت له حوالي 5-6 سنين. بعد ما أكل قام افتكرته نسى الموضوع، قال لي فين عماد؟ قلت له موجود. فجاء عماد مسك الصليب حط ايده على راسه وغمض عينيه وصلى له مفيش، وقال له السنة الجاية هيكون عندك جورج. وفعلا أخويا سافر أمريكا وخلف ولد اسمه جورج. وتحدثنا احنا وياه وقلت له يا سيدنا أنا نفسي بولد، وفعلا قال لي إن شاء الله ربنا حيعطيك ولد. وهو باركني وصلى لي ودهني زيت وهداني هاي الأونة بسنة 93 شهر 12، وغاب شهرين حوالي أو ثلاثة. بحكى معي تليفون لبقول لي يا أديل طمنيني عنك شو أخبارك؟ قلت له يا سيدنا أنا حامل. قال لي بعرف. قلت له خايفة كتير كتير تجيني البنت الرابعة. قال لي لا أنت حامل بولد وما تخافيش وأنا صليت لك. كان عمري حوالي 35 سنة يعني، فكنت قاطع الأمل إنه ما رح يجيب، بس ربنا تمجد على يد القديس الأنبا أبراهام وفعلا إجا أبراهام. كانت فرحة كبيرة عمت العيلة كلها. التهاب الفرن في وشي اتحرق وايدي اتحرقت خالص يعني، ورحت قعدت مستشفى 4 ايام. فهو جالي المستشفى قالوا له بقى وشها اتحرق. كانت ماما جايه لي من امريكا يا بابا لزياره، اول زياره وشي محروق كده. هو كان شايل الهم يعني ازاي يعني يعني خايف متضايقه. فانا جالي المستشفى لاني وشي عارفه بينقط ميه كده بينقط يعني، كانت صعب وايديا. المهم خرجت بعد من المستشفى جيت على هنا طلعت على عنده على طول، وكان في وشي محروق. فروحت عنده قال لي تعالي لدي نعمل لك قنديل زيت عشان انت اتخضيتي الخضه بتاعت النار وكده. فوقفنا عنده في الصالون عمل لي القنديل 7 فتايل، وانا واقفه امام المسيح. انا ما بحبش لا ازايد ولا ازود ولا بالظبط اللي حصل، بس كاني في جسمي ماس كهرباء. بعدها وشي ما انت شايفه مفيش ولا اي اثار لاي حرق، مع ان كان بينقط مني ميه كده ايديا اتقصقصت يعني. كان موقف صعب لكن صلوات سيدنا فعلا حسيت ان ولا كنا في اي حرق ولا اي حاجه. واحنا جوه كنيسه القيامه كان تقريبا فقد البصر سنه 2012، ما بيشوفش طشاش خالص. فالزحمه وانا كنت لابس شماس، كانت الجمعه العظيمه، ففي ساعه الساعه 6:10 و9:10 في بخور قدام صوره الصلابور. انا قلت اخد، انا بعيد عنه، هو مثلا قاعد في كرسي بعيد بتاع الكرسي بتاعه وزحمه، وانا يا دوب في حته في وسط الناس مش باين، هو مش شايفني انا بعيد عنه. فخدت حبه بخور قلت اخد وحطيتهم في منديل في جيبي، حطيتهم في جيبي. فلقيت ابونا حنانيا الراهب بيقول لي سيدنا عايزك، هو مش شايفني ولا انا شايفه، حتى لو كان نظره كويس ما كانش يعني، أنا في حتة من زاوية. ميلت عليه كده، أيوة سيدنا تؤمر يا سيدنا. قال لي أمير رجع البخور اللي أنت خدته لدرج البخور تاني. أنا عرقت اتلبشت قلت له حاضر يا سيدنا. أبص شافني ما شافنيش. كنت قاعد مع سيدنا في قلايته إحنا الاتنين بس، قال لي هقول لك على سر مفيش حد تقوله له ولا في حال تقول السر ده إلا بعد ما أموت. السر ده هو قليل أكتر من 14 سنة أنا حافظه جوايا. قال كنت متضايق كده زيك، وكنت بصلي في القداس ونفسي مرفوعة إلى الله، وأنا في الهيكل شفت رب المجد بجماله ابتسم. فاتعزيت قلت له طب يا سيدنا وصفه لي. قال لي يا ابني المسيح له المجد ما توصفش.
صعب اللي زينا يوصف المسيح. قال بعديها يا أبونا بولا: كل شيء هان عليا، الناس تتكلم عليا، الناس تنقص فيا، مش فارقة. أنا كنت يعني ظروف صحية ما كانتش سامحة، كنت طالعة من عملية، وكان أول مرة أخرج فيها من بعد العملية دي. فقال لي تعالي احضري عيد أنبطنس. قلت له مش حاضر. قال لي لا تعالي، وأنا عايزك تحضري وتقعدي في الهيكل من جوه. دخلت الهيكل من جوه وأنا قاعدة بعد حلول الروح القدس، اتفاجئت إن الهيكل ده بقى كله عبارة عنه ضباب ضباب، لدرجة سيدنا جواه وهو على المسبح مش باين من المسبح خالص 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 خالص. متشوفش كفة إيديكي، هاب ونار طالع من المسبح كله، لدرجة كأنك بتجذبي مغناطيس. يعني الواحد اللي ما بيقدرش يقف واقف متصمر كده ومتبلم قصاد المسبح، وسيدنا نفسه مش باين من كل، كأنك مشغلة مثلا كل الضباب اللي في الدنيا نزل، كأن سحاب كله جوه الهيكل. لدرجة بعد المجمع ابتدى الموضوع ده يخف يخف يخف، والتأثير ده يروح، بس كان في زي هاب ونار طالع من على المسبح، والهيكل ده كله مش باين ولا تشوفي كفة ايدك فيه. بعد ما خلصنا خالص بقول له سيدنا طب حصل كذا كذا، فراح ضاحك وراح عامل كده وقال لي عشان تسمع الكلام، مش 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 انا قلت لك اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كاننا واقفين في السماء. وقد اشار الانبا ابراهام في مواقف كثيره الى موعد انتقاله الى السماء. قبل النياحة فوجئت ان هو بيتصل بيا وانا كنت في الدير، وبيقول لي انا عاوزك وعاوزك تيجي القدس. قلت له سيدنا يعني ربنا يدبر ان شاء الله واشوفك بكل خير يعني. فقال لي لا، يا ريت اطلب من البابا تودروس وقول له ان انا اللي كلمتك وانا عاوزك وانا محتاجك، تعالى انا عاوزك. ففوجئت ثالث أسبوع برضو بيتصل بيا وأنا في الدير، بيقول لي كلمت سيدنا البابا. قلت له سيدنا أنا موجود في الدير، حاضر المنزل أبقى أشوف الحكاية دي. فقال لي أنا عاوزك تعالى، لا تلحقني لما تلحقنيش. بالضبط كده قال لي لا تلحقني لما تلحقنيش. فأنا فهمت طبعا أنه خلاص يعني في طريقه انه ينطلق للسماء يعني. بس بصي بقى، انا من النهارده، انا دي اخر مكالمه ليك، من النهارده لغايه يوم 25 انا مش هرد على تليفونات. انا هستنى في المستشفى لغايه يوم 25. يوم 25 هيجي لي دكتور من بره مخصوص هيجي يشوفني، وبعديها انا هخرج هكون معاكم على طول. فما تحاولوش تتصلوا، انا مش هرد على تليفونات. أنا صدقت الكلام ده على إن هو هيطلع هيتوجد معانا في وسطينا، فابتديت أظبط له في القلاية بتاعته اللي هي عندنا هنا في مرجر بس، ولدرجة إن أنا شحنت له العربية اللي هي بالكهرباء اللي هو بيجي بيها من باب الخليل لغاية الدير، على أساس إن هو خلاص طالع سيدنا هيبقى في وسطينا. ما خطرش في بالي إن هو بيديني ميعاد نياحته، ما خطرش في بالي خالص. حكى لي قال لي أنا هموت. قلت له ما تنكدش عليا الله يخليك. قال لي بس اسمعي، ايوه سيدنا قال لي انا هموت وهبقى نفسي ادخل كنيسه القيامه، بس هم مش هيرضوا. قلت له مين ما رضوش يا سيدي؟ ليه؟ انت بطرك هنا ومن حقك تدخل يعني، ان شاء الله حتى بس ندخل عند القبر كده نلف لفه واحده وتخرج يعني. قال لي انا نفسي بس هم مش هيرضوا، لكن على العموم انا هعدي قدام كنيسة القيامة وأقف قدامها 10 دقايق، بعد كده همشي. وفعلا ده اللي حصل، وقفنا قدام كنيسة القيامة في الممر وبالألحان زي ما قال بالظبط، أكنه واحد بيوصف إيه اللي هيحصل معاه. وقفوا قالوا خنقوا صوت ومشينا 10 دقايق زي ما قال بالنص حصل.
وفي يوم الأربعاء الموافق 25 من نوفمبر عام 2015 أكمل الأنباء إبراهام سعيه بسلام وانطلقت روحه إلى السماء عن عمر يقارب 72 سنة، وتم دفنه بمقبرة خاصة ملاصقة لكنيسة القيامة بالقدس حسب وصيته. دايما يعني الواحد بيتصور يعني انه ممكن يسمع الخبر ده بالذات المؤسف عن اي حد غريب عنه، بس ما بيتصورش ابدا انه ممكن يسمع. انا لا اخفي عليكم ان انا لما سمعت الخبر بكيت. وتعب كتير، جهد كتير، احتمل كتير. اقول له ما نستاهلش ان احنا نمشي على خطواتك. صلينا نكمل الرساله اللي انت بدأتها. وصلنا نوصل لك بالسلام. هو كان ابويا بصحيح، ابويا الروحي اللي علمني طريق السماء. فقدنا المرشد بتاعنا. اقول له صلي لي ان يجعل لي نصيب معاك هناك في الملكوت عند المسيح. اقول له وحشتنا ومتاكدين ان لينا شفيع في السماء بيصلي عنا وبيرفع صلوات عنا. بحبك قوي ووحشني قوي قوي قوي. بجد صدقيني انا حاسه الدنيا مره. هيقولوا يعني رهبه ذات الرهبه تقول الكلام ده. ابويا ابويا لا مش ابويا، اكتر من ابويا. انت انبسطت فرحان في السماء، يا ريت تفتكرنا وتصلي لنا كتير عشان نكمل ايامنا صح ونوصل صح زي ما انت كان نفسك نوصل صح. يوميا بتأملك، يوميا بعيش على كلامك، وانت في حياتي، وانت يعني انت تاج على راسي صدقني يا سيدي، وانا بحبك كتير كتير. انا تابعته في كل مراحل حياتي، في الخدمة رحت مع الخدمة، حتى نوع الدراسة درست في نفس الكلية اللي درس فيها أو بنفس نوعية الدراسة. وجهني أدخل الإكليريكية دخلت الإكليريكية. اترهبنت في درجة الأسقفية، فتزاملنا كل مراحل حياتي كلها. في كل مكان كان أو في وضع يبقى فيه ربنا رتب إن أكون ملازم لي في مراحل الحياة كلها، مش باقي غير مرحلة واحدة إن أقول له صلي لي إن كل يوم نصيب معاه في السماء.